تفاصيل التقرير انا الحقيقه مش هقولها، انا هناقشها مع الاستاذ الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره الصحه والسكان. اهلا بيك دكتور حسام. دكتور ضياء، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. دكتور، احنا عارفين طبعا انه متابعه الوزاره، وزاره الصحه والاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وكل طبعا الوزاره كلها بقى لكورونا هي على مدار الساعه، لكن التقارير اللي بتطلع يعني قيادات الدوله سواء السيد رئيس الوزراء او السيد رئيس الجمهوريه بتبقى اكيد فيها شيء جديد. ايه الجديد في تقرير النهارده؟ وهل ده تقرير اسبوعي ولا تقرير شهري ولا تقرير يومي؟ يعني هناك تقارير يوميه بيتم ارسالها الى السيد الرئيس والى دوله رئيس مجلس الوزراء، بخلاف التقرير الاسبوعي الذي يتم عرضه على مجلس الوزراء. تمام. فالنهارده في اجتماع مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحه والسكان عرض التقرير الاسبوعي الدوري الذي يتم عرضه على المجلس. احنا بنتكلم النهارده على الوضع العالمي الوبائي، هناك انخفاض في عدد كبير من الدول، وهناك الكثير من الدول التي وصلت نسبة التطعيمات فيها إلى أكثر من 70% من الفئات المستهدفة، بدأت في أخذ إجراءات للتخفف من تشديد الإجراءات الاحترازية. ده الوضع العالمي. الوضع المحلي الحمد لله احنا برضو لاحظنا في الفترة السابقة انخفاض واضح في معدل الإصابات المجتمعية، وانخفاض واضح أيضا في معدل احتياج المرضى المصابين لدخول المستشفيات، وبالتالي كان برضو كمان عندنا انخفاض في معدلات العزل المنزلي. ده بيدل الحمد لله على ان احنا في عندنا ارتفاع كبير في معدلات الشفاء، بيدل على انه نسبة التطعيم التي وصلنا اليها وهي 50% تقريبا من الفئات المستهدفة. احنا هنا بنتكلم على كامل التلقيح، يعني 50.5% فوق 18 سنة من الفئات المستهدفة. ده جرعتين، ده الجرعتين، ده اللي محصن بالكامل، بالجرعتين كامل، سواء جرعة طويلة او جرعتين على بعضهم بالظبط. تمام. فده يدل على ان هذه النسبه قد ادت الى الحمد لله تقليل شده المرض، تقليل معدلات الوفيات، وان احنا ماشيين على الطريق الصحيح للوصول بنسبه التلقيح الكامل الى 70% من الفئات المستهدفه. ده كان ملخص ما تم عرضه في التقرير، بالاضافه الى التاكيد على انه الحمد لله احنا عندنا مخزون من الجرعات يكفي لتلقيح اكثر من 40 مليون مواطن، او يعني عندنا قرابه 70 80 مليون جرعه تقريبا. بالضبط كده، دي تكفي تقريبا في حدود 42 مليون مواطن، ده اللي موجود حاليا. طبعا احنا عندنا سلسله امداد سواء من خلال التصنيع المحلي او من خلال آلية الكوفاكس أو من خلال الشراء المباشر بأوقات منتظمة وتوريدات منتظمة والحمد لله. طب عايز أسأل سؤال بقى علمي وفي نفس الوقت يشير فينا، ربما أتمنى إجابته تشير فينا البهجة. احنا ملاحظين دلوقتي ان العالم طعم كله بما في مصر طبعا بنسب معقول، احنا تجاوزنا 50% والعالم بعضه وصل ل 70 او 60 ايا كان، وفي نفس الوقت من الواضح انه في عدد الاصابات في العالم كان كبير. هل احنا الحاجتين مع بعض يعملوا لنا التطعيم يحمي و نقول يعني حصانه اللي بيسموها القطيع مع بعض يخلوا كورونا في الشتاء الجاي ضعيفه او مش موجوده؟ طيب خليني اقول لحضرتك او افكر حضرتك وافكر الساده المشاهدين بما تم لما حصل التحور الأوميكرون، وأين ظهر وكيف بعدها بأسابيع قليلة كان منتشر في جميع أنحاء العالم تقريبا. طالما وده ما قاله رئيس منظمة الصحة العالمية أنه لن يكون العالم آمنا حتى يكون كل واحد آمن، بمعنى أنه طالما عندنا دول معدلات التطعيم فيها منخفضة، وعشان كده كان
كلام السيد الرئيس دائما بيتحدث عن العدالة في توزيع اللقاحات، صحيح صحيح لأنه طالما إن هناك دول ما زالت نسب التطعيم فيها متدنية، ده معناه أن هناك دائما احتمالية لظهور متحورات في هذه الدول، صحيح وطالما هذه الاحتمالية موجودة يبقى إحنا ما زلنا لسنا في أمان كامل. عشان كده مش بس بقى المستهدف هو إن إحنا نغطي تطعيم المصريين والمقيمين على الأراضي المصرية، لكن كمان حضرتك بلغك وبلغ السادة المشاهدين ما تقوم به مصر من توفير لقاحات حتى للدول الشقيقة، ولسه صحيح كنا بنتكلم على نص مليون جرعة اللي راحت لأشقائنا في السلطة الفلسطينية أو في مظبوط غزة. وبالتالي النصيحة الذهبية دائما أن الأمان الكامل لن يكون إلا بأمان كل دولة من دول العالم. الحقيقة أنه كلما ارتفعت المعدلات كلما زادنا إحساس بأن احنا ماشيين على الطريق الصحيح وأن احنا بنتحرك نحو تقليل معدلات الوفيات وتقليل شدة المرارة وتقليل الاحتياج لدخول المستشفيات، لكن لن نطمئن حتى يكون هناك تغطية كاملة عادلة للتطعيم في كل الدول. طيب السؤال الأخير اللي الناس كلها بتسأله وهتفضل تسأله وحضرتك أجبت عليه أكيد مرات كثيرة في الإعلام أو لكل من يسألك، هل التطعيم هيصبح عادة سنوية ولا إحنا كده يعني هنعتمد على حالة الكورونا في كل سنة؟ خليني أقول لحضرتك إنه إحنا نتعامل مع مرض جديد وكل شويه وباء جديد، وكل فتره كلما ازددنا تعمقا في الابحاث والدراسات الطبيه الاكلينيكيه كلما تبينت لنا معلومات لم تكن متبينه لنا سابقا. صحيح. وبالتالي احنا النهارده بنتكلم على اللي عندنا من معلومات بيقول انه ده وارد جدا ان يكون التطعيم موسميا كتطعيم الانفلونزا، لكن لو حضرتك سالتني من سنه صحيح هل هناك دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج الكوفيد؟ كنت اقول لحضرتك لا. انما النهارده لو سالتني هل هناك ده هناك اكثر من عقار يؤخذ عن طريق الفم وثبتت نجاعته وثبت نجاح. وبالتالي نعم، في اللحظه الراهنه التي نتكلم فيها من الوارد جدا ان يكون التطعيم موسميا، لكن مع الابحاث ومع الدراسات ومع التعمق اكبر وفهمنا الاكثر وارد انه ده ما يحصلش. عظيم. انا الحقيقه بشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه على هذه الايضاحات.